حاج محمد 50 سنة سمكرة سيارات بيشتغل من أكتر من 35 سنة وهو يبلغ من العمر 50 عاما. ده تقرير من التقارير الحلوة برضو اللي احنا بنعملها. تعال نشوفه كده ونرجع لحضراتكم. محمد درويش من أشمون، سن 52 سنة. شغلانه دي اتعلمتها وانا عندي 15 سنة، كنت شغال صبع على عربيه ميكروباص بلم اجره. قلت لا اخش الشغلانه احسن، بقالي 35 سنه فيها، اتعلمتها فن بدماغي. دي كانت ارض فاضيه، جبت كوشك حطيت فيه العده وعملت عيد الليله ظليل عشان الشمس، اجيب برميل واقف عليه اعمل سقاله، لما ربنا كرمني لقيت احس ان افتح ورشه، جيت فتحت ورشه. أنا 8، 4 بنات و4 صبيان. علمت واحد من الأربعة صبيان. معايا أحمد وسعيد وندى عروسة في الجامعة. أنا ابن اللص محمد درويش. أنا طلعت من المدرسة برضو ما نفعتش الدين. جيت هنا الورشة بقالي 15 سنة. أنا نزلت مع أبويا عشان أساعده. ابويا والصناعيه اللي كانوا هنا قال له بص 1 2 3 انا بعمل، اتعلمتها الحمد لله. ابني بجيبه معايا في الورشه عشان اتعلم صنع. السمعه حلوه، السمعه ما هو زي ما انت شايف كله جاي على السمعه. بشتغل في اي عربيه، في اي عربيه لو قطر هشتغل فيه، لو ما فيه جنيه الناس تشتغل، الناس اللي قاعده تشتغل. الجنيه حلو، الجنيه في جيبك حلو. تاني وتالت وعاشر ومية، التقارير دي بتغسل الواحد من جوه. اه والله التقارير دي بتحسسك كده ان الناس دي يعني ايه القناعة اللي هم فيها دي، وايه الصبر اللي هم فيه ده، وايه الحياة اللي هم فيها دي. ربنا يا رب يديهم الصحة ويقدرهم على على متاعب الحياة ومشاكلها ويسعد ايامهم ويطوروا حياتهم للأفضل بإذن الله. الناس اللي زي دي هي أصل البلد، يعني تتعب وتشقى عشان في الآخر تلاقي لقمة نظيفة تاكلها، لقمة نظيفة وحلال ياكلوها. فالناس دي بجد أنا بشوف التقارير اللي زملائي بيعملوها في هذا الإطار سواء لسيدة أو رجل بتعمل لي حالة غسيل للضمير على الأقل، فبشكرهم شكر جزيل يعني.